ديال انا تنشكروا تيز بريس على هذه الاتفاقيه اللي عطاو الفريق امل تسليك النسائيه. نشكرهم على هذه الجهودات اللي داروا معنا اليوم، جاوا باش يكملوا على الفريق كيتدربوا كيمشاو الامور هنا في التدريب وفي المقابلات. تنشكرهم. اللي بغيت نشير ليه هو ان فريق امل تسليك هذا العام حنا لاعبين على المانتيان على البقاء، وهذا العام راه زدنا فريق ثاني تيلعب في العصبة دي سيت اللي غينطلقوا غدا ان شاء الله عندهم مقابلات بنجاح سوس. اللي بغيت نشكرو حتى هو الرئيس سي حمدان على هاد المجهودات اللي دار، باش كنا العام اللي فات كنا الموسم الماضي كانوا هاد الوليدات هاد البنات الصغار تيدربوا معنا، منين ما كايناش التنافسيه ما كاينه لا بطوله لا والو. هاد العام الحمد لله راه كاين دو جروب، ثمانيه ديال ليزيكيب في كل جروب الحمد لله، هما بقى عندهم ماتش. اذا السي مصطفى اشباخ، كيف ترى مستوى الفريق امل تسليك للاناث هذا الموسم؟ لحد الساعه بارك كيف خاصنا فيما درنا دو ماتش اميكو، واحد مع تارودانت وواحد الاسبوع الماضي مع قلمين في قلمين، واحد تعادلنا ديال قلمين خسرنا بجوج، واحد بالمئة تاع ماشي ما مشيناش على الفوز، ما مشينا باش نديرو اجتماع مع البنات باش يخرجوا للتدريب. باقي راكم شايفين بلي انا ويفي هما اللي كاينين دابا اليوم، وكل شيء ساقي في بال باش يخرجوا. صح ما خرجوش، ما عرفناش المشكل علاش، باقي غنشوفو نشوف مع الرئيس باش يشوف المشكل باش كل شيء يخرجوا. قلنا هذا الاسبوع نستغلوه، كاينه عطله نستغلوه احسن استغلال. لما لو البلديه انا مشكور، المجلس الجماعي مشكور، الشيخ بلا تنشكرهم من هذه المنبر هذا، عطانا فرصه باش يكونوا حصص اخرين بلا حصص، بلا جوج حصص اللي عندنا مع الاربعاء والجمعه، زاد لينا ثلاث ممكن يزيد لينا خمس ان شاء الله اللي شافوا الرئيس ديالنا سي حمدان. المستوى الا ما قدرتش نقول لك ضعيف يكون متوسط بارابور العام اللي فات. العام اللي فات الموسم الماضي كنا مزيانين، لعبنا على المانتيان والحمد لله بقينا في القسم ديالنا الكل ديالنا. هذا العام الرئيس قال لك المانتيان بما نشوفوا ليفيكتيف اللي عندنا اللي هما مستعدين باش يضحيوا معنا باقي يستمروا معنا في الموسم هذا. الا لقينا الفيكتيف ديال تيزنيت هنا مشكورين يكونوا كثار في التدريب، راه ممكن كما قال هو نلعبوا على